لمها. يلا. من أكتر الحاجات اللي بتعجب هشام، عشاء على ضوء الشموع، ولا عشاء على أضواء البلاي ستيشن، ولا عشاء على أضواء المدينة، ولا عشان عليك يا رب وكل واحد في حاله؟ بص، لا هو ممكن أختار إجابة تانية، هو هاخد نص الإجابة. هو عشاء، هو الكلام فيه ما هو عشاء الاختيار بقى. لا. عشاء على الشموع ولا على البلاي ستيشن ولا على المدينة ولا كله واحد في هالو؟ يا موهي لا، هشام ما بيعرفش ياكل لوحده. هو عشاء يبقى حلو. ليه ما بيعرفش ياكل لوحده؟ ليه يعني؟ ما بيعرفش ياكل لوحده. ايه اللي ما بيعرفش ياكل لوحده؟ الراجل ما بيعرفش. بوتي 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 متضايق. لا هو هشام لو الاكل شموع ولا والاكل وحش هيقلبه في وشي. واهم حاجه الاكل يبقى حلو، يبقى هو عشاء اكله حلوه ايا كانت بقى فين، ان شاء الله تحت الترابيزه ما عندوش مشكله. بجد؟ يعني عشان عليك يا رب.